ايش اللي زودوا؟ الحلبه، الشمر، البقدونس، المجلب. في الدواء الموتيليوم هذا المستعمل لمغص البطن، هذه من الادويه اللي تزود الحليب، مع انه بعض الدراسات تقول انه لا مضر. حسب نصائح اليونيسف والدبليو اتش او، لا، ممكن استعمل الموتيليوم من 3 إلى 5 حبات في اليوم لمده 2 أو 3 أو 6 ما في ضرر، حتى الدومبريدون. هذه الحاجات ممكن تزود الحليب، لكن ارجع اقول اللي نقصه استعماله في الحدث الخطا. برضو من الحاجات اللي اسويها ممكن تجبيد في الليل لتشفيط الصدر، الجلد بالجلد، يعني وضع الطفل الجلد بالجلد على صدر الام، يعني الام تشيل كل حاجه وتحطها في الجلد الطفل على صدرها نص ساعه ساعه، هذا ممكن يزود انتاج الحليب. مختبرات البرج الطبية، شاهد المزيد على قناتنا على اليوتيوب.